يستثمر صندوق الاستثمارات العامة ما قيمته 150 مليار ريال سنوياً، ويسعى لرفع المبلغ إلى 200 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، وتبلغ أصوله حتى الآن 1.3 تريليون ريال، على أن تتجاوز أصوله بحلول عام 2030 7 تريليون ريال. ومن أهداف الصندوق أن يكون محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، ومولداً لدخل وإيرادات غير نفطية للدولة، ومساهماً في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث أسس صندوق الاستثمارات 30 شركة منذ عام 2015. ومن خلال تجربته أثناء جائحة كورونا، استطاع الصندوق تحقيق عوائد مجزية والاستفادة من نزول أسعار أصول وأسهم بسبب الجائحة، وتجاوزت عوائد بعض استثماراته 100%. كما يعمل الصندوق على توطين التقنيات الجديدة والمعرفة المتطورة في المملكة، وذلك من خلال القطاعات الجديدة التي يعمل برنامج الصندوق على إطلاقها وتنميتها. وتركز استراتيجية الصندوق على استثمار 80% من إجمالي أصوله داخل المملكة، على أن يكون الجزء المتبقي في استثماراته دولية في شركات ذات نمو مستقبلي واعد.